السلام عليكم، شلونكم يا غوالي؟ طمنون عنكم يا حبايب. اليوم جبنا لكم فيديو بعنوان على اعتاب تاون 17، وراح اشرح فيه استراتيجيات بما انه بقيان اسبوع للتاون 17. فانت ان كنت تاون 15 بدك تطلع تاون 16، او كنت تاون 16 عم تحضر للتاون 17، فهدول الاستراتيجيتين اللي هلا راح اشرح عنهم ان شاء الله راح يكونوا جيدين جدا، وبتوقع انه حتى تاون 17 يمشوا معك. وان كنت انت تاون 15 بدك تطلع تاون 16 كمان، ممكن بهالاستراتيجيتين يكون عندك فكرة انت شو يكون عندك اولويات للتطوير من المعدات والجنود والى ما هنالك. وطبعا نحن هون عم نحكي عن استراتيجية الكرة النارية للآمر مع الساحرة الخارقة، والكرة النارية مع الباولر الخارق. وانا هون عملت حربين، اول حرب استخدمت الكرة النارية للآمر مع الساحرة الخارقة والباولر الخارق، والاستراتيجيتين استخدمتهم بالحرب الثانية بدون ما استخدم الكرة النارية للآمر. طبعا هون بيت القصيد انه انت فيك تستخدم هاي الاستراتيجيات على مستوى عالي حتى لو ما كان عندك الكرة النارية للآمر، فيك تستعيض عنها بجوهرة الحياة وجوهرة الغضب مع بعض للآمر. وهي المعدات يعني متوفرة عند الكل، لأنه طبعا خلينا نحكي الواقع أنه كثير من اللعيبة ما في عندهم الكرة النارية للآمر، أو ما عندهم قدرة أنه يطوروها. فأنت ممكن تشتغل على غير معدات، وأنا نزلت من كم يوم فيديو شرحت فيه عن معدات الملوك، وشرحت كيف الواحد يمشي بتطويرهم وكيف يحصل الموارد ومن هالأمور هاي. فاللي بحب يرجع للفيديو كمان مفيد جدا إن شاء الله. على العموم أنا هنا رح بلش بأول حرب باستراتيجية الكرة النارية للآمر مع الساحرة الخارقة والباولر الخارق. وهنا رح استعرض طبعا معدات الملوك مع الحيوانات الأليفة اللي رح استخدمها بأول استراتيجية اللي هي الباولر الخارق مع الكرة النارية للآمر. وهلأ نيجي على الخصم الأول بالحرب، وأنا هنا مثل ما شايفين هذا هو التصميم. بدي انزل من على هي الزاوية بالآمر، والآمر في معه الجلي الهلام الغاضب، فحيتجه باتجاه الدفاعات. رح خلص هون كتلة الدفاعات مع دعم القلعة، بعدين هون على الدوائر اخفاء باخفاء بضرب الكرة النارية على هذا المكان، بخلص على كتلة الدفاعات. رح ننتقل على التنفيذ العملي ونكفي الشرح مع كمالة الهجمة. وهلأ هون انا اول شي من على الزاوية رح نزل اول شي بالون، بعدين رح نزل الآمر ونزل الهيلرات. مجرد ما يطلع دعم القلعة، طبعا انا هون نزلت عليه سم مباشرة، بس يطلع دعم القلعة. طبعا بما انه برج النار مفرد، فانا هون رح اعمل اخفاء للآمر مشان ما يأثر عليه. وطبعا انا هون بدي استنى انه اخلص من الجولم الثلجي، وطبعا بدي يكون هون انا مراعي الوقت. مثل ما ملاحظين يعني هلأ هيك مضى تقريبا 30 ثانية من الهجمة، فانا هلأ هون بدي بلش عملية تنظيف بما انه الايس جولم رح يجمد الآمر. فرح نزل انا مينيون، ما في داعي طبعا نزل شيء ارضي بالتنظيف، نزل مينيون افضل. فهلأ هيك بمجرد ما اخلص من برج الساحر اللي ماسكه هلأ الهلام، بس خلصت منه رح نزل اخفاء باخفاء على هدول النقطتين مثل ما حكيت بالشرح. وضروري هلأ نزل على زاوية ثكنة الحصار مشان بلش عملية التنظيف من زاوية من فوق، مشان احصر الجيش يتجه باتجاه النص. هلأ هنا طبعا انا بما انه ضمنت انه ما في تسلا، فرح نزل اخفاء باخفاء، ضربت الكرة النارية ونزلت الزلزال مباشرة، خلصت من الدفاعات. طبعا مثل ملاحظين فوق البيكا بلش ينظف، فنزلت هون الملك مشان الآمر يلحقه للملك، وبلش بقى نزل كفاية الجيش. طبعا نزلت المفجر السور، نزلت السوبر باولر والملكة كمان طبعا. وهون هلأ أنا بدي فعل الملك لأنه بدي افتح الطريق مباشرة مشان النص، ما بدي الجيش يقعد يلف يمين ويسار. طبعا هلأ هون كل الخطوات فينا نحكي انه خطوات تقليدية، وهي على هوا ما يكون مثلا عندك انت حاجة هون لتنزل سبل الغضب مع سبل التجميد. طبعا ملاحظين انا نزلت سبل الجنب تقريبا على هي الكتلة من الدفاعات، لانه ما بدي الجيش يتجه باتجاه النص. وهون طبعا نزلت البطل الملكية ونزلت زلزال وفعلت البطل الملكية مباشرة. مثل ملاحظين الهجمة مشيت بسلاسة، ولاحظوا طبعا يعني جدا فعالة، ما في أي مشكلة باستخدام السوبر باولر، جدا جدا ممتاز. طبعا هون المخطط يعني ما له مخطط صعب، أنا مشان أكون صريح معكم يعني، بس خلينا نحكي طبعا أنه الخطوات الأساسية لما ما بتزبط الهجمة معك منيح، حاول تراجع بالإعادة شو الأخطاء عندك
وأنا طبعا بسوي هذا الشيء، طبعا لما بصير عندي أخطاء براجع الهجمة وبشوف شو بصير معي مشان أعرف كيف حسن من الهجمة، إن كان إنه عم بتباطأ بتنزيل البطل الملكية لنظف طرف من الدفاعات، أو عم أتأخر طبعا بالسبلات واستخدامهم، وبمكان مثلا ما عم حرك أنا اتجاه الجيش. وهلأ نيجي على الهجمة الثانية، كمان رح استخدم نفس الاستراتيجية تماما. طبعا هنا من على الزاوية هي من على اليسار رح انزل بالآمر، طبعا اول شي بنزل بالون، بعدين بنزل الآمر، بعدين بنزل الهيلرات. وهنا انا رح استخدم سبيل ريج لانه في كتلة دفاعات كتير، فالاحسن هيك مع سبيل الريج بنظف اسرع، بما انه الآمر في معه الهلام فرح يستهدف فقط الدفاعات لمدة 35 ثانية، بما انه الهلام ماكس. فعموما مع سبيل الريج هيك افضل انه نظف اسرع واخلص من مدفعية النسر والدفاعات اللي حواليها. هلا هنا طبعا بما انه انا نظفت بسرعة وفي عندي لسه 30 ثانية، فما رح استخدم الكرة النارية مباشرة، فانا هون رح انزل بثكنة الحصار من على الزاوية من تحت، بما انه هون الامر عم بنظف لسه، وهيك انا بكون ضمنت انه مشان الوقت ما اتأخر اكتر. وبعدين رح نزل هلا هون الملك من طرف الامر، ومثل ملاحظين يعني الآمر بما أنه على الآن بالهياكل العظمية فمعي وقت، أنا نزلت الآمر، طبعا نزلت الباولر قريب على الآمر مشان يلحقون لأنه ما لحق الملك، فنزلت كفاية الجيش وبلشت أفتح بمفجر السور الطريق باتجاه النص، باتجاه كتلة الدفاعات المونوليث وما حولها. عموما طبعا انا منزل الملكة هون كمان، فعلت الملك مشان ما يروح الجيش يلف لبرا، نزلت هون السم على الايس كوليم، وهون مثل ما حكينا بس خلص بلشت البداية الصح ووجهت الجيش باتجاه النص. فهلأ هون انا بقدر مثلا هون ضربت الكرة النارية للآمر لانه هيك اسرع لي بالاستخدام، ورح جمد هون البيت. طبعا انا نزلت البطل الملكي من فوق، والاتجاه اللي نزلت فيه السبيل الجامب مشان ما بدي الجيش يروح باتجاه التاون بعد ما يفجر. طبعا هلأ هون ما ضل شيء تساوي غير انه استنى البطل الملكي عم تنظف هذا الطرف من الدفاعات، فانا هون بنظف المباني اللي رح تتركها البطل الملكي بانه رح تتجه باتجاه الدفاعات. فخلص هيك انا ببلش عملية التنظيف. طبعا ما ضل شيء، يعني صح ما ضل عندي انا شيء من الجيش لانه ما بعرف انا نسيت عن الباولر، ما انتبهت انا شو صار بالضبط، بس ما في مشكلة بما انه ضل عندي الامر والبطل الملكية والملكة وعدة التنظيف اللي هو ما ضل شيء يعني. بس مشيت الهجمة بما انه الوقت لساته لصالحي ومعي ما بقي من الملوك. طبعا هلا بنشوف طبعا بالاستراتيجيات اللي بعدها انه كيف الوقت. طبعا انا بدي راعي موضوع الوقت بهي الاستراتيجيات بشكل جدا ضروري، لازم يكون عندي تركيز انا على عامل الوقت. وهلا رح ننتقل للاستراتيجيه الثانيه، الكره الناريه للآمر مع الساحره الخارقه، وهنا رح اعرض لكم معدات الملوك والحيوانات الاليفه، واللي هي طبعا فينا نقول 100% نفسها تمام اللي مستخدمها بهجمة السوبر باولر مع الكرة النارية. وبهذا التصميم أنا هون رح شيل الهلام من الآمر ورح حط البومة، لأنه هون أنا مباشرة بدي أنزل على هي الدائرة سبيل إخفاء، وهون سبيل إخفاء مكان رح نزل فيه الآمر مباشرة بدي فعل الآمر أضرب الكرة النارية على سكاتر شوتر ونزل عليها زلزال وكفي الهجمة مباشرة. وهلأ نجي على التطبيق العملي. وطبعا هون الفكرة من الإخفاء هون بالخط الأول من الدفاعات استهدف الخط الثاني من الدفاعات مشان استفاد من الكرة النارية قدر الإمكان. نزلت إخفاء بإخفاء، نزلت الآمر، ضربت الكرة النارية، نزلت زلزال، هيك شلت كتلة دفاعات ممتازة. طبعا هلأ هون رح نزل الملك ورح نزل الساحرة. طبعا هون فوق بنزل مباشرة ثكنة الحصار وبنساها مشان بلش تنظيف من فوق. طبعا لاحظوا كيف انا نزلت الملك والساحرات قريبة على الامر مشان الامر يلحقهم ما يشطح لحاله. وبدي احكي انا هون بشغلة انه انا نزلت سبل الاخفاء قبل ما نزل الامر مشان ما تتفعل، اذا كان في تسلا ما يتفعل قبل ما اضرب الكرة النارية الامر، وهذا الشيء بيحرف ضربة الكرة النارية الامر وما بستفاد منه.
عموما انا هون طبعا فتحت بمفجر الصورة الطريق مشان الجيش يتجه باتجاه النص. طبعا هون الساحرة مسك البرج المفرد تبع النار وما لحقته، فانا طبعا هون باغلب هجماتي بالساحرة الخارقة بستخدم 4 بدل 3. الشائع عند اغلب العالم انه بيستخدموا 3، انا بستخدم 4. هلا انا طبعا رح انزل بسبل الجنب من طرف البيت، ما بدي الجيش يفوت على التاون مشان ما يتأثر وقت يفجر التاون. ونزلت البطل الملكية من فوق وطبعا ضربت الزلزال مشان استفاد من الخاصية معدات البطل الملكية، الرمح والدرع. الزلزال بيعطي نسبة دمار 29% ضرر، فهذا الشيء بيساعد البطل الملكية تدمر أكثر لما فعله. يعني هو مشان نكون واقعيين، يعني هي الاستراتيجية ما لها معقدة نهائيا، ومن أقوى الاستراتيجيات المستخدمة، والله أعلم. يعني أحيانا الله أنا بتوقع أنه هاي الاستراتيجية تضل معنا للتاون 17 بس ينزل، وبظن يعني أنه احتمال طبعا إذا نزلوا دفاعات جديدة ومع الليفل الجديد تبع التاون ومع دمج التاون مع مدفعية النسر ممكن يساووا مدفعية النسر أقوى من هالأمور هاي، فممكن تضل طبعا هي الاستراتيجية يعني من أقرب الاستراتيجيات أنه تضل محافظة على قوتها مهما يعني حاليا، يعني شو ما يكون شكل التاون مع الدفاعات الجديدة أو شيء، ممكن طبعا تكون هي الاستراتيجية هي من أقوى الاستراتيجيات على الإطلاق. هلأ نيجي على الهجمة الثانية. كمان هون أنا رجعت الهلام للآمر لأنه هون من هي الزاوية بدي أهجم في الملك، فبما خلص على الملك يكون راح من الوقت كتير، فيفضل أنه حط هون الهلام مشان الآمر يستهدف دفاعات مباشرة بعد ما خلص من الملك. عموما أنا هلأ هون خلصت على الملك والآمر تحرك باتجاه الدفاعات، أنا رح استنى هون لحتى شيل برج النار المتعدد. طبعا بدي أتأكد أنه ما يطلع لي برج تسلا مخفي يأثر على ضربة الكرة النارية للآمر، لأنه كثير من الأحيان بتصير هاي الشغلة. طبعا وطبعا التصاميم الجديدة اللي عم تنزل أغلبها عم يكون أنه مضاد للكرة النارية للآمر، خصوصا من هاي الزوايا اللي الواحد يبلش فيها، فأنا لازم أكون أخذ حذري من هاي الشغلة. طبعا هلأ هون مثل ملاحظين طلع تسلا، فرح نزل هون إخفاء وهون إخفاء، أضرب الكرة النارية على المونوليث، نزل زلزال، وهيك بكون خلصت من المونوليث ومن الدعم تبع القلعة بدون ما يطلع. نزلت من الزاوية من فوق من على اليسار الثكنة الحصار، وهلأ هيك طبعا نفس الخطوات تبع الهجمة الماضية، نزلت الملك والساحرات من على يسار الآمر مشان الآمر يلحقهم، وهيك بكون منظف من الزاوية من فوق كمان، وعم بفتح منفجر السور بالنص، وهيك طبعا جهزت الحركة تبع الجيش باتجاه النص وضمنت انه ما يتحرك يمين ويسار. طبعا هون انا بدي استنى الملك يقرب باتجاه السكاتر شوتر مشان فعل الملك، افتح الطريق طبعا بالزلزال وشيل الدفاعات القريبة، ومثل ملاحظين هيك الهجمة مشيت بسلاسة. نزلت سبل الجمب، تلاحظوا انا ما نزلته باتجاه البيت، ما بدي ابدا الجيش يروح باتجاه البيت طالما في عندي انا البطل الملكية بتشيل التاون، وهيك انا بكون ضمنت انه يكون يعني توزع الجيش بشكل يتناسب مع الوقت اللي بقيان للهجمة. وهذا الشيء طبعا الواحد بيرجع للتقدير طبعا، يعني نحن خلينا نقول دايما انه انت لما بتخطط اعمل حسابك انه مو 100% طبعا بصير مثل ما خططت، يعني غالبا انه الا ما يكون في شيء شغلة هيك تأثر شوي لو بدرجة بسيطة يعني غير اللي انت خططت له. بس على العموم بما انه خططت صح يعني 90% خلينا نحكي ان شاء الله يعني امورك بالسليم. ولاحظوا يعني الهجمة سلسة والوقت والجيش امورنا تمام عال العال. وهلأ رح ننتقل على الحرب الثانية، وهون انا ما رح استخدم الكرة النارية للآمر، رح استخدم جوهرة الحياة وجوهرة الغضب. طبعا هون عملت تعديل بسيط على الجيش، ومثل ما ملاحظين جوهرة الحياة جوهرة الغضب، وأخذت البومة بدل الهلام للآمر. وهلأ رح ننتقل للشرح العملي وأنا عم أهجم، وطبعا هون رح راعي أنه ما في كرة نارية للآمر، فبدي راعي موضوع الوقت. وهون رح أنزل من على الزاوية من تحت بالآمر، نزل بالون ونزل الهيلرات، وبدي نظف طبعا أنا بس لوصل
مدفعية النصر بدي نزل كفاية الجيش. طبعا على اليسار الزاوية على اليسار رح انزل بثكنة الحصار، مشان بين ما انا خلص الدفاعات اللي حوالين مدفعية النصر بيكون الزاوية هنيك كمان نطفت من المباني وخلص كم دفاع، مشان يكون عندي اتجاه الجيش بالنص. فهون مثل ملاحظين هلا بس فجأة خلصت مدفعية النصر، نزلت الملك، رح نزل الباولر، نزل الجولم الحجري، وطبعا افتح الطريق بنفجر السور باتجاه النص، وهذا الشيء رح يخلي الجيش يتركز كل القوة تبعه باتجاه النص. وطبعا الجوهرة الحياة رح تعطي 870 نقاط إصابة زيادة، وهذا الشيء بيساعد الجيش انه يحافظ اكثر على نفسه. طبعا هون في شغلة، انه تأخرت شوي من انه نزل بطل الملكية من نفس المكان اللي نزلت فيه الآمر. طبعا شايفين صف الدفاعات اللي على اليمين، كان انه البطل الملكية بتنظف مع حركة الجيش، وهذا الشيء بيخلي الجيش يحافظ على نسقه افضل، لانه مثل ملاحظين في واحد من الباولر مع الهيلرات اتجه باتجاه الرشاش. طبعا هنا انا نزلت البطل الملكية بس تأخرت فيها شوي. عموما ما تأثرت الهجمة، بس انه انا مشان احكي انا واكب انه شو ارتكبت غلط بهي الهجمة. عموما يعني صح انه تأخرت بالبطل الملكية، بس مثل ملاحظين يعني امور الهجمة تمام. يعني انا ضل عندي طبعا الملك والملك، لا ما ضل عندي، طبعا ضل عندي الامر والملكة والبطل الملكية، وما ضل دفاعات. يعني انا حتى هون ما احتجت انه فعل البطل الملكية، بس بنفس الوقت انه تأخرت فيها شوي فأدى انه تتأثر حركة الجيش. بس بالاجمال لاحظوا شغلة، الوقت ضل عندي انا تقريبا، خلينا نحكي انه خلصت الهجمة اتوقع انه بدقيقتين وعشرين ثانية على ما اظن، او دقيقتين وعشرين ثانية خلينا نقول تقريبا. وعلى العموم هالشي جيد، يعني رغم انه انا تأخرت بتنزيل البطل الملكية، وهذا شيء طبيعي. يعني ممكن اي هجمة الواحد يخطط له مو 100%، حتى لما بنفذ الخطوات ما بتصير الشغلة يعني 100% الا ما يكون في عقبة او اي شيء، بس الهجمة مشيت بالسليم. هلأ نيجي على استراتيجية الساحرة الخارقة بدون الكرة النارية للآمر، وكمان هي رح تكون نفس الفكرة. الآمر انا اخذت البومة من الحيوانات الأليفة بدل الهلام، وهلأ رح ندخل على التصميم الخصم الأول ونشوف كيف رح نفوت عليه. رح بلش من هي الزاوية، نزل الآمر ونزل بالون ونزل الهيلرات، وطبعا رح تكون الزاوية اللي على اليمين فوق، رح نزل من هون ثكنة الحصار طبعا، بس لنضف شوي هون دفاعات. طبعا بدي راعي موضوع انه الساحرة الخارقة بطيئة مقارنة بالسوبر باولر، سوبر باولر أسرع بالتدمير، فهون أنا بدي راعي موضوع الوقت. فمثل ملاحظين نزلت ثكنة الحصار، ما رح استنى كتير على الآمر ينظف كتير من الدفاعات، رح نزل الساحرات ونزل الملك، ومن الطرف الثاني طبعا رح أعزز بالملكة هلأ هون، وافتح بنفجر الصورة الطريق، وابدأ بقى مشوار الهجوم باتجاه تكتل الدفاعات اللي بالنص. طبعا في عنا هون شغلة، لاحظوا انه لما بيكون في تكتل دفاعات بهالشكل ويكون في البرج برج غضب، الدفاعات جدا مزعجة. صح انه بيكون احتمال اسهل من السم خصوصا لما بتجمد، فهون انت بدك تستخدم، تعرف كيف تستخدم سبلات الاخفاء. طبعا انا هلأ هون صارت معي شغلة، انه البطل الملكية كان لازم تكون من على الطرف اليسار مو على الطرف اليمين، لانه الملكة كانت بالاساس هون جاية عم بتنظف الدفاعات، فانا هون غلطت، وهو طبعا يعني اعتبره غلط مطبعي، يعني لانه انا البطل الملكية لو نزلت فيها من على اليسار كان افضل بكتير، بس ما كنت ملاحظ منيح الملكة. انا لما فعلت الملكة انتبهت انه هي على اليمين، انا كنت مفكرة انه على اليسار، لهيك نزلت بسبل الجنب من على اليسار مثل ما ملاحظين، فهذا الشيء اثر كتير على الهجمة، وكانت يعني على اخر نفس رح تفشل، فداركت الموقف طبعا يعني باخر لحظة. وعلى العموم انا رح اترككم هلا بس تخلص الهجمة، رح اترككم مع الاعادة مشان تلاحظوا انه انا الغلط تبعي كان جدا قاتل، لانه انا هذا سبل الجنب كان المفروض يكون على اليمين، انا بس لو منتبه انه الملكة على اليمين
لأنه ما كنت أنا لسه مفعل الملكة، فأنا كنت بس بدي نزل سبل الجامب وفعل الملكة، فبتروح باتجاه اليمين ومن هذا الطرف اليسار كانت البطل الملكية بكل سهولة خلصت على كل الدفاعات، وما كنت عانيت هي المعاناة اللي صارت، لأنه كان حتى ظل كثير عندي من الساحرات. طبعا الساحرات يعني انتهوا بسبب برج النار المفرد. فهذا يعني مثل ما أنا حكيت أنه الواحد لازم يكون عنده تركيز بالهجمة، وأنا طبعا عندي كتير تركيز مثل ما ملاحظين بالهجمات، فما في مشكلة. يعني المهم أنه الفكرة، يعني في مين ألعب مني وممكن ينفذها، بس بده أنه ينتبه على الفكرة تبع الهجمة. وأنا هون بكون وصلت لنهاية الشرح، ورح أترككم مع الإعادة تتفرجوا كيف مشيت بالهجمة. إن شاء الله تكون هيك الطريقة عجبتكم. أنا هيك يعني قدر الإمكان جبت لكم أنه الاستراتيجية الساحرة الخارقة مع استراتيجية الباولر مع الكرة النارية للآمر وبدون الكرة النارية للآمر بشكل عملي. إن شاء الله رح تكون هي مفيدة إذا كنت أنت تاون 15 وطالع على 16 مشان تعرف شو تطور عندك بالجيش ومشان المعدات، وإذا أنت كنت تاون 16 وعم تستنى مثلي تاون 17 خلال اسبوع رح تنزل، ممكن يكون هذا الجيش يكون لك كمان فكرة انه شو ممكن تبني استراتيجية مشان التاون الجديد. وهيك ان شاء الله يعني يكون انا نهيت الكلام. لا تنسونا يا غوالي لطفا وكرما لايك واشتراك وتعليق منكم، ونلتقي في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.